انا معايا المهندس يوسف عبد الكريم رئيس الاداره المركزيه لحمايه الاراضي. برحب بحضرتك يا فندم. يا اهلا بيك يا فندم. المجهود كبير وبنتابعه مع حضرتك كل فتره، لكن في هذا التوقيت الرؤيه مختلفه، التصميم اكتر، الامكانيات المتاحه بتزداد وفي استقرار بالنسبه للوضع الامني، وبالتالي بيؤدي الى ان احنا نقدر نسيطر اكتر ونقدر ان احنا نتابع الاراضي الزراعيه في هذه الفتره. عايزين نعرف ايه الفرق في نفس التوقيت او مقارنه بسيطه بين عدد الازالات في العام الماضي مقارنه بهذا العام. تمام. لو حضرتك بصيت على آلية التنفيذ لأحكام قوانين الزراعة وقانون البناء الموحد، مش عايز أقول لحضرتك في العام الماضي، لأن إحنا ما قدناش بنشتغل برتم العام. أيوة. ما قدناش بنشتغل برتم بكرة، ما قدناش بنشتغل برتم لما نشوف الأمن، ما قدناش بنشتغل برتم التنسيق. أيوة. ما قدناش بنشتغل برتم والنيابة لما نشوف الدراسات الأمنية، كل ده شيء انتهى، لأن هو ده سبب من أسباب الدمار، سبب من أسباب المليون و300,000، سبب ان انا اجيب واحد جاهز بدبلوم زراعه امسكه اخطر جهاز للرقابه الذاتيه على اعمال حمايه الاراضي في مصر، ربع 6 مليون ونص فدان يهدرها وهو قاعد لانه مش فاهم. أي. راجل مش عارف يقرا خطاب يخاطب به الدوله. اي انت عارف ان الدستور في القانون 20 الزم جميع اجهزه اضافا على حمايه الرقعه الزراعيه والحفاظ، بل العمل على زيادتها لرفعه الاقتصاد القومي. النهارده لما اتكلم بالرتم القديم واقول ان احنا وندخل الدراسات وندخل مش عن الحد، او ما ما ما, ما شربنا مشكور الدكتور صلاح جلال وزير قال توجيه واحد، يا يوسف احنا مش هنشتغل بالامن فمكان للامن، مش هنشتغل بالدفاع، هنشتغل بالتنسيق. كل يكلف يوميا وتعرض يكلف. ايوه. التنسيق مع المحافظ شخصيا. ايوه. كان يقوم يزيل التعديات في الاراضي الزراعيه. أيوة. نتيجة ذلك ايه اللي حصل؟ انا حد صوتك نموذج واحد عشان مش هطول على الفيلم. اتفضل يا فندم. تعديات امس فقط كان 28 فدان على مستوى الظفرية. هذه نتيجة كويسة أوي لأنها كانت بتطلع لغاية 60 فدان. 28 فدان على مستوى الجمهورية تم إزالتهم أمس فقط. لا ده أنا مش زاد، ده أنا بقول فاتك التعديات. التعديات اللي حصلت. ما تم إزالته أمس. أيوة. ما تم إزالته. ال 28 فدان دول نزلنا 34 فدان. الله يبقى إزاي؟ ال 28 فدان اللي كانت تم ازاله وقتيه. ايوه. ازاله في حينه، ازاله. أيوة. ثم والحملات شغاله جابت شويه من الايامات من القديم اللي عندي اللي بقاله فتره. انت اخدت بالك شفتك اللي بنقضي ونجيب من المرض نكمل الصوره عشان نقدر نثبت التعديات ونرفع الازالات، وان شاء الله بناخد خطوط متوازيه كده باذن الله. وناس بتفهم وناس عارفه يعني ايه قانون وناس عارفه يعني ايه مصلحه، مش واحد جاهل يقعد 4 سنين على كرسي ما يعرفش يقرا جواب ويسخر ويجي له ناس تساعده، يا اما الناس اللي تساعدك يا ناس خبثة ما عندهمش انتماء للمكان ولا انتماء. طب لو احنا عندنا النظره دي دلوقتي يا فندم، لو احنا واحده جاهله تعمل لك البيان وتديهولك ويطلع الكلام، فلقيت الموضوع وصل لمليون و300,000، فما كانش يحصل لازم نهبل وننجم ونساعد على الازاله فورا ويوم بيوم وساعه بساعه. انا عايز اوصل لسيادتك ان الشغل في حمايه الاراضي النهارده ساعه بساعه. جميل جدا. انا بكلم سيادتك دلوقتي وبني سويف عماله تديني ساعه بساعه اللي تم، الصبح كان 34 حاله، دلوقتي 20 حاله كده. بكلم سيادتك دلوقتي ومعايا مدير مديريه الداخليه لسه مسافر، بقول له معالي الوزير بيقول لك اطلع ابني ما تقعدش في اللجنه اللي انت هتروحها وتطلع تزيل الازالات شغاله. ايوه. الشرقيه معانا محافظ محترم جدا بيقول يا جدعان انا بصبح الصبح ما وريش حاجه غير تعديات. أيوه. مش شغال بعرف. انت شوف فاتك الريتم مختلف ازاي؟ صح. المنوفيه الحمد لله وصلنا بيها لصفر. صح. واحنا هنتعاون مع حضرتك في نقطه مهمه قوي يا دكتور يا فندم، يا ريتك تبعت لنا يوميا عدد الازالات واحنا هنزيحها على الشريط الاخباري في القناه بحيث ان احنا نتابع مع كل المشاهدين عدد الازالات اللي بتتم يوميا. تعدي 100 متر او تعدي متر. ايوه. وانا ابعته للسته اشوف مطلوب ابعته لك على فين، انا ببعته باذن الله. مهم قوي. بنعمل ايه مع المسؤول بقى، او لو في احد المهندسين مسؤول عن منطقه زراعيه وما بيبلغش عن حاله تعدي حصلت، التصرف معاه هو الاول قبل ما نتعامل مع التعدي؟ ده الجديد بقى، اشكر سيادتك على السؤال ده. ده الجديد اصبح المسؤول الحرامي اللي بيفوت فرصه على الدوله انها تقدر تحافظ على التعديات في حينه، على الارض الزراعيه في حينه،
اصبح بيخش مساهم وشريك مع المخالف اللي تعدى بالتبوير وارتكاب الافعال والمبادئ. ايوه. الجديد في الموضوع ان النهارده في التبصيه القضائيه معالي الوزير قعد مع معالي النائب العام ضم متهمين جدد في قضايا التعدى على الاراضي الزراعيه وهم المسؤولين من اجهزه الزراعه والوحدات المحليه على اعتبارهم متواطئين وشركاء ومتضامنين، ومزيد من الاتهامات مع مزيد من العقوبات مع مزيد من الضغط عشان ربنا يعيننا ونقدر نوقف الحاله اللي كانت تخوف. بس أيه. الحمد لله انا بشر سيادتك ما عادتش تخوف، لان النهارده التعديات بتقل، الازالات بتزيد، الساده المحافظين جايين بروح جديده. لازم كله يحس ان هو مسؤول، لازم كله يحس ان هو هيتحاسب. بالظبط. فعلا. ده كمان في نقطة عاوز انوه عنها وعاوز اتاكد من حضرتك على شيء مهم يا فندم. حاجة اسمها بكرة وما عادش حاجة اسمها نخبس على بعض ونضحك على بعض وناخد من بعض على حساب الرقعة الزراعية وعلى حساب التعديات، وكله بيجري على الكرسي مش متفاهم حاجة ولا ليه لازمة. لا انا عاوز ابلغ رسالة دايما بنوه عنها في الفترة الأخيرة دي، ان في بعض المزارعين يا فندم ابتدى يطبق عليهم احكام بالحبس. يطلعوا يباتوا في المكاتب بالليل عشان يزفروني يا فندم. بيبقوا قاعدين شغالين معاهم وهم يباتوا في المكاتب فوق. بقول لحضرتك يا فندم في سؤال مهم. في بعض المفلاحين بنوا على الاراضي الزراعيه وابتدى يطبق عليهم القانون وبيتحبسوا، يعني في كذا حاله بالزبط. اتصلت بتعاني من هذه المشكله. بالظبط. عند سيادتك دلوقتي احكام بسم الله ما شاء الله بدات تاخد حبس 5 سنين طبقا لحكم الماده 102 من القانون 19. ايوه. في تعديات اخرى في الشرقيه جات لي واخده احكام ب 200 ل 300000 جنيه غرامه. ايوه. في اصلا احكام قضائيه نهائيه بالغرامات النهارده بنحصلها وصل فيها لحد ده، وصل فيها لحد ده، وصل فيها الازاله. والازالات سيادتك عارف نشكر برضه واجهزه الامن مشكوره، واجهزه الحكم المحلي، واجهزه الاداره المعنيه كلها بما فيهم وزاره الري في التعديات على في ازاله التعديات على والجدر المجاوره دي، الترسبات والتراكمات اللي على ده. الساده اللي راحوا عملوا في كتابتك شفت اول امبارح اعلان تاخد 7 ثواني ازاله. 7 مشكوره بدات تمد يد العون لا مش فاضيه اما ولكن بتمد يد في التامين والامكانيات المتاحه لايمانا منها بالقضيه. افهم اصلا المساله مسائل في لا تؤمن بمصر وفي بس انا والله العظيم المهندس يؤمن بمصر هيشتغل لمصر، يؤمن بجيبه خليه عند جيبه. صح. هذه قضيه الوطني اللي بيحب بلده هو اللي هيشتغل. اللي ليه رؤيه ثانيه مرفوض ان هو يكون معانا في اي سلطه تنفيذيه في اي مشاركه في اعمال البناء الان. السيسي هو بيتكلم في الاحتفالات الدوليه بيتكلم في اي كل مناسبه يا ريت الناس تاخد بالها بس من الكلام. صح. مش قصه حاجه اكثر من وطن واكثر من بلد لازم نخاف عليه. صح. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخلة، مهندس يوسف عبد الكريم رئيس الإدارة المركزية لتحسين الأراضي.